السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكرام أخواتي الفضلات، وصلنا معكم إلى الـ Avoidance Algorithms واللي هي خوارزميات تجنب حصول الديدلوك. ومثل ما ذكرنا في آخر محاضرة، هناك نوعين من أنواع خوارزميات التجنب، اللي هي بالنسبة للـ Instances أو بالنسبة للـ Resources إذا كانت Single Instance، إذا كانت الموارد الموجودة في النظام تحتوي على نسخة واحدة، فعند ذلك نستخدم ما يسمى بـ Resource Allocation Graph، اللي هي خوارزمية تخصيص الموارد أو مخطط تخصيص الموارد. أما إذا كان لدينا multiple instances اللي هي يعني نسخ متعددة من الموارد، فعند ذلك نستخدم ما يسمى بالبانكر algorithm، وراح نبدأ إن شاء الله بشرح كل واحدة من هذه الخوارزميات. بالنسبة للresource allocation graph scheme، هذه الخوارزمية تستخدم ما يسمى بالclaim edge. الclaim edge اللي هو مثل ما قلنا اللي هو سهم الطلب، يعني عندما يكون هناك process معينة سوف تطلب فد resource معين، طبعا نقوم ب يعني رسم سهم منقط بينهما يدل على انه العملية PJ may request، قد تطلب هذا المورد المسمى RJ، والذي يعني مثل ما ذكرنا نعبر عنه بداشت لاين اللي هو يعني خط منقط. طبعا هذا الخط المنقط او هذا السهم المنقط يتم تحويله الى request edge اللي هو يعني مثل ما ذكرنا سهم الطلب، عندما تطلب هذه العملية بشكل حقيقي هذا المورد. بعد ذلك سهم الطلب يتحول الى assignment edge اللي هو يعني سهم التخصيص، عندما يتم تخصيص هذا المورد الى هذه العملية. واخيرا عندما يتم استخدام هذا المورد يعني من قبل هذه العملية ويتم تحريره، بعد ذلك سنحول سهم التخصيص ايضا مرة اخرى الى سهم طلب او claim edge اللي هو يعني دعوة او احتمالية طلب في المستقبل. Resources must be claimed a priori in the system. طبعا كل الموارد يجب أن يتم يعني طلبها أو دعوة طلبها قبل أن يبدأ النظام بالعمل، أي أنه كل عملية من العمليات يجب أن تحدد ما هي الموارد التي ستطلبها أثناء عمل النظام. كشكل بسيط لهذا Resource Allocation Graph، هنا عندنا الريسورس الأول مخصص فعلا إلى البروسيس الأولى. البروسيس الأولى أعلنت قبل بدء النظام أنها سوف تطلب الريسورس الثاني، ولذلك يعني رسمنا الكليم إيج. نفس الحالة بالنسبة للبروسيس الثانية، هي حاليا تطلب الريسورس الأول في الوقت الحاضر، ولذلك رسمنا الريكوست ايج. وفي نفس الوقت البروسيس الثانية أعلنت أنها في وقت من الأوقات أثناء عمل النظام سوف تطلب الريسورس الثاني، ولذلك أيضا رسمنا كليم ايج. الآن بعد لحظة من الزمن، عندما البروسيس الثانية يتم تخصيص الريسورس الثاني لها، نلاحظ أنه تحولت أدنى الكليم ايج تحولت إلى assignment ايج. هنا الريسورس الثاني حاليا هو مخصص الى البروسيس الثانيه. الان اكو عندنا ما يسمى بالانسيف ستيت، هنا حاله غير مستقره او حاله غير امنه، لانه اذا تم تخصيص يعني بهذه الحاله اكو عندنا ما يسمى بالسيركل. هنا نلاحظ بانه البروسيس الاولى بمجرد ان تطلب الريسورس الثاني، حاليا هي يمكن ان تطلبه في المستقبل، ولكنه بمجرد ان تطلب الريسورس الثاني ستتكون لدينا سيركل. واحنا مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقه عند تكون السيركل في الريسورس الوكيشن جراف، هذا يدل على انه الحاله هي انسيف ستيت والتي قد تؤدي إلى حصول الديدلوك. فبالتالي هذه الحالة الآن يعني في الوقت الحاضر بسبب وجود الكليم ايج، احنا استطعنا انه يعني نكتشف او نخمن حصول الديدلوك في المستقبل. فالخوارزمية باختصار انه نفترض بانه لدينا العملية بي اي طلبت الريسورس ار جي. اذا كان هذا الطلب يتحقق فقط او اذا كان تحقيق هذا الطلب يحول لنا الرسم الريكوست ايج يعني الى assignment ايج doesn't result in the formation of circle in the resource allocation graph، فعند ذلك granted، يعني أي عملية تطلب أي مورد نستطيع منح هذا المورد لهذه العملية فقط إذا كان تحويل الـ request edge إلى assignment edge لا يتضمن تشكيل circle، دائرة مثل ما ذكرنا قبل قليل. هذه هي circle. بهذه الحالة إحنا عندنا unsafe state، فهنا البروسيس الأولى لن نقوم بمنح الريسورس الأول لها، أو لن نقوم بتحويلها، أو لن نقوم يعني لن نسمح لها بطلب الريسورس الثاني، لأن ذلك سيؤدي إلى تكوين circle. فبالتالي هذه الحالة يعني عندما نقوم بهذا الشيء سنقوم بعملية الديتكشن أو الديدلوك أفويدنس اللي هو تجنب حصول الديدلوك قبل حصوله يعني مع استخدام الكليم ايج. هذا إذا كان لدينا سنجل انستانسز للموارد. أما إذا كانت لدينا ملتيبل انستانسز فمثل ما ذكرنا نستخدم البانكر ألغوريثم، هذه أيضا تستخدم للملتيبل انستانسز، لأنه إذا كان لدينا كل مورد يحتوي على عدة نسخ كل عملية يجب أن تعلن في مثل ما ذكرنا في البداية أقصى ما تحتاجه أثناء العمل النظام. عندما تطلب العملية في مورد معين فإنها يعني it may have to wait، قد تنتظر في وقت من الزمن إلى أن يكون هذا المورد متاحا لها. When the process gets all its resources it must return them in a finite amount of time، عندما تحصل العملية على كل الموارد التي تطلبها فإنها يجب أن ترجعها في وقت محدد من الزمن، يعني لا يجب أن تحتفظ بها indefinitely بشكل غير يعني غير محدد زمنيا.
هنا أنا طبعا الداتا ستراكشرز اللي مستخدمه في البانكر الجوريثم اللي هي هياكل البيانات اللي راح نستخدمها في هذه الخوارزميه. بدايه نفترض انه لدينا ان من البروسيسز. الان هو في رقم محدد يعني هذا عدد العمليات، وام من النمبر اوف ريسورس تايبس هذا هو ايضا عدد الموارد وعدد انواع الموارد وليس عدد النسخ في داخل كل مورد. الافيلابل راح يكون هو عباره عن فيكتور وبالتالي يعني طول ام وبالتالي هو راح يكون مخصص للموارد بحيث انه الافيلابل اوف جي ايكوالز كي يعني كل واحده من الجي كل واحده من الموارد اذا كان الافيلابل الخاص به يساوي كي هذا معناته انه عندنا كي من النسخ من هذا المورد متوفره حاليا لانها غير مشغوله من قبل العمليات الاخرى. الماكسيمم اللي هو ام في ان ماتريكس هذه الماتريكس لكل اي جي ماكسيمم اوف اي جي يساوي لنا كي معناته العمليه بي اي قد تطلب اقصى عدد من الموارد اللي هو ات موست كي انستانسز اوف ذا ريسورس جي اي وجي maximum of ij معناتها اقصى عدد من الموارد التي ستطلبها العمليه i من الريسورس j هو يساوي k. الالوكيشن ايضا يعني هذا معناتها المخصص حاليا او التخصيص ايضا هي m في n بمعنى انه الالوكيشن ال ij يساوي k معناتها العمليه i العمليه i تمتلك k من النسخ من الريسورس j في الوقت الحاضر الالوكيشن يعني مخصصه حاليا لها. النيد هو طبعا الحاجه يعني مثل يعني معروفه من اسمها يعني يعني نحاول انه نستفيد من هذه الاسماء يعني معرفه معناها فقط من الترجمه. النيد هو ايضا يعني نيد اوف اي جي معناتها العمليه اي تحتاج كي من النسخ من الريسورس جي في الوقت الحاضر لكي تستطيع اكمال عملها. وعاده النيد يساوي الماكسيمم ناقص الالوكيشن هذا القانون يجب ان نحفظه ودائما نخليه في بالنا. النيد يساوي الماكسيمم ناقص الالوكيشن واللي هو ايضا شيء منطقي انه العمليه تحتاج عدد من النسخ اللي هي تساوي ان اقصى عدد هي اعلنت عن حاجتها له في بدايه النظام او بدايه العمل ناقصا الموارد المخصصه لها حاليا في الوقت الحاضر. السيفتي الجوريثم خوارزميه يعني الامان اللي هي تتضمن الديد لوك افويدنس تجنب حصول الديد لوك. في البدايه ليت ورك اند فينيش بي فيكتورز اوف لينث ام اند ريسبكتيفلي ليكون لدينا اثنين متجهات الورك هو الافيلابل والفينش اللي هو عدد العمليات المنتهيه فينش اوف اي يساوي فولس في البدايه لانه كل العمليات في بدايه العمل هي غير منتهيه فور اي يساوي صفر الى ان ماينس 1 اللي هو هذا لكل العمليات لكل العمليات في البدايه حاله الفينش الخاصه بها هي فولس لانه هي غير منتهيه. بعد ذلك راح نبحث عن اي العمليه المعينه التي هي لم تنتهي بعد لانه الفينش اوف اي يساوي فولس وحاجتها الاحتياج يعني العمليات التي تحتاجها او الموارد التي تحتاجها هذه العمليه هي اقل من الافيلابل اقل من الريسورسز المتوفره. نبحث عن هذه العمليه if no such i go to step 4 اذا لم نحصل على هكذا عمليه فمباشره نذهب الى الحاله الاخيره طبعا او الخطوه الرابعه. otherwise يعني اذا كان لدينا عمليه لم تنتهي وتحتاج اقل من المتوفر عند ذلك راح نقول الورك يساوي الورك زائد الالوكيشن والفينش اوف اي يساوي ترو ونذهب الى الخطوه الثانيه لنكرر العمليه. يعني هنا يصير عندنا لوب لكل العمليات لكل الاي من الصفر الى الان ماينس 1 يعني لكل العمليات. اخيرا اذا كان الفينش للاي يساوي ترو لكل العمليات يعني اذا كل العمليات انتهت حاله النهايه لها اصبحت صحيحه عند ذلك فان النظام في حاله سيف ستيت نستطيع ان نقول ان النظام سيعمل بحاله امنه وبدون الدخول في حاله الديد لوك. طبعا الريسورس ريكوست الجوريثم فور بروسيس اي هنا ايضا اذا يعني اثناء عمل النظام اصبحت لدينا حاله طلب اللي هو ريكوست ريكوست فيكتور فور بروسيس اي اذا كان ريكوست اوف جي يساوي كي ذن يعني اذا كانت حاله الريكوست للعمليه جي تساوي لنا كي هذا يدل على انه البروسيس اي تطلب كي من النسخ من الريسورس تايب جي. ايضا اذا كان الريكوست اصغر من النيد نذهب الى الخطوه الثانيه اذروايز راح يصير عندنا ايرور لانه العمليه تطلب اكثر مما هي اعلنت عن حاجتها له عند بدء النظام لانه العمليه اكسيدد اتس ماكسيمم كليم يعني تجاوزت ما ادعائها السابق. if the request اصغر او يساوي من الافيلابل يعني اذا كانت العمليه تطلب شيء هو اقل من المتوفر ايضا نذهب الى الخطوه الثالثه otherwise هذه العمليه يجب ان تنتظر لانه الموارد التي تطلبها غير متوفره. الخطوه الثالثه ندعي او يعني نتظاهر بانه خصصنا كل الموارد لهذه العمليه وبعد ذلك نقوم بتعديل الحاله الكليه اللي هي راح يصير عندنا الافيلابل يساوي الافيلابل ناقص الريكوست الالوكيشن يساوي الالوكيشن زائد الريكوست والنيد يساوي النيد ناقص الريكوست. طبعا هذه القوانين يعني يفترض انه يعني هي مو شرط انه واحد يحفظها ولكنه يفهمها منطقيا لانه بعد ذلك يعني من راح ناخذ الامثله راح تلاحظون انه حتى بدون معرفه هذه القوانين نستطيع حل يعني المساله منطقيا بمعرفه الريسورسز والبروسيسز والانستانسز وغيرها من الامور الاخرى.
بعد تحقق كل هذه الأمور، إذا كانت الحالة safe state لحد الآن، فresources are allocated to BI. يعني إذا بقي النظام في حالة safe state، نقوم بتخصيص هذه الموارد إلى هذه العملية، لأنه مثل ما تلاحظون كل هذه الخوارزمية يقوم بها نظام التشغيل فقط لعملية الـ deadlock avoidance، تجنب حصول الـ deadlock. يعني قبل أن يتم تخصيص الموارد إلى العملية، يجب أن يقوم النظام بحساب كل هذه الأمور لكي يتأكد أن النظام سيبقى في حالة safe state. If unsafe state، يعني إذا دخل النظام في حالة غير آمنة، فإن الـ PI must wait، يعني أن هذه العملية يجب أن تنتظر. And the old resource allocation state is restored، ونبقى على حالة التخصيص السابقة قبل أن تقوم هذه العملية بطلب ما طلبته حاليا، لأن النظام ممكن أن يدخل في حالة الـ unsafe state. وأيضا مثل ما ذكرنا، هذه واحدة من خطوات التعامل مع الـ deadlock من قبل بعض الأنظمة، أنظمة التشغيل. يعني ليس كل أنظمة التشغيل تقوم بتطبيق كل هذه الخطوات، وإنما فقط الأنظمة التي تحتوي على deadlock avoidance. الآن عندنا هذا المثال للبانكر ألغوريثم، وطبعا هذا يعني مهم جدا، ضروري جدا، أغلب يعني الامتحانات يأتي في هذا السؤال أو أسئلة مشابهة. بسيط جدا، هو مجرد أن تفهم الآلية الأساسية له تستطيع حل كل أنواع الأمثلة الخاصة بهذا النوع. طبعا هنا بالمثال يذكر لك بأنه you have five processes مثلا، يعني كمثال لديك خمس عمليات مسمات من الـ P0 إلى الـ P4، ولديك ثلاث أنواع من الموارد. طبعا هو منطيك resource types، يعني ما منطيك الاسم لهذه الموارد، هل هي CD ROM، هل هي يعني ذاكرة ROM، hard disk processing، مهما يكون نوع الموارد ما يهمنا، ولكن اللي يهمنا بأنه أكو عندنا ثلاث أنواع من الموارد، اللي هو المورد A يحتوي على 10 نسخ، والمورد B يحتوي على 5 نسخ، والمورد C يحتوي على 7 نسخ، بغض النظر عن ما هي هذه الـ A والـ B والـ C. الآن snapshot at time T0، هنا الآن أخذنا يعني في لحظة زمنية اللي هي T0 أو T0، وأخذنا فيها يعني صورة لحالة النظام، وجدنا بأنه هذه العمليات الخمسة، وهذه طبعا الموارد لكل واحدة منها، وجدنا أنه المخصص لهذه العمليات في اللحظة 0 هنا في T0 العملية P0 تمتلك صفر نسخ من المورد A، ونسخة واحدة من المورد B، وصفر نسخ من المورد C، ونفس الحالة بالنسبة للعمليات P1 P2 P3 P4. العملية P1 تمتلك نسختين من الـ A وصفر من الـ B والـ C. العملية P0 أو P2 أيضا تمتلك ثلاث نسخ من الـ A، صفر نسخة من الـ B ونسختين من الـ C. وبنفس الحالة احنا أيضا ذكرنا بأنه كل واحدة من العمليات يجب أن تعلن عن أقصى حاجة ستحتاجها أثناء عمل النظام، اللي هي الماكسيمم مثل ما ذكرنا. فالـ P0 هي تحتاج أقصى شيء 7 5 3، يعني 7 من الـ A و5 من الـ B و3 من الـ C. حاليا هي تمتلك 0 1 0، واللي هو أقل بكثير مما تحتاجه كأقصى حاجة. ونفس الحالة بالنسبة للـ P1 P2 P3 إلى آخره. الـ available الموارد المتاحة المتوفرة حاليا هي أدنى 3 3 2، ولكي نتأكد أنه هذا الرقم صحيح، إحنا نعرف أنه عدد النسخ للـ A هي 10، فحاليا المتوفرة أدنى 3، بمعنى أنه المخصصة يجب أن تكون 7، واللي هي 2 زائد 3 زائد 2، هذا الرقم شقد 7، وهنا 3، فيكون المجموع الكلي 10، أي أنه المخصصة للعمليات 7 والمتوفرة اللي هي غير مخصصة 3، وهكذا بالنسبة للـ B والـ C. الآن كيف نستطيع معرفة أنه النظام الحالي يمكن أن يعمل بحالة safe state بدون الدخول في حالة deadlock؟ أولا نقوم بحساب ما يسمى بالneed، واللي هو أيضا مثل ما ذكرنا هو الماكسيمم ناقص الالوكيشن. يعني هنا نقوم لكل واحدة من العمليات الماكسيمم 7 5 3 ناقصا 3 3 2. طبعا نتعامل مع كل رقم على حدة، يعني 7 ناقص 3 و5 ناقص 3 و3 ناقص 2 فقط، يعني بهذه الطريقة ما نحسبهن يعني كأنه 753، ولا وإنما لكل رقم على حدة. فسبعة ناقص ثلاثة هي 4، والخمسة ناقص ثلاثة 2، 3 ناقص 2 1، فسوري فيطلع عندنا هذا الرقم اللي هو 7 4 3، وهكذا بالنسبة للبقية كلهن، اللي هو الماكسيمم ناقص الالوكيشن بالنسبة لكل العمليات. بعد ما حسبنا النيت لكل العمليات البي نوت بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 وصلنا إلى هذه النقطة. الآن كيف نستطيع معرفة أنه النظام يمكن أن يعمل بحالة safe state أو لا؟ أولا نقوم ب يعني كتابة الـ available حاليا. Sorry. هنا أكل أدنى الـ available مثل ما ذكرنا هو 332 حاليا. الآن ما تحتاجه العمليات هو هذه القيم، وأي واحدة من العمليات تحتاج فتقيمة معينة هي أقل من المتوفر. نبدأ العملية الأولى تحتاج 7 4 3، واللي هو أكبر من هذا المتوفر، إذن هي لن تستطيع العمل، يجب أن تنتظر. العملية الثانية تحتاج 1 2 2، أو اللي هي P1 1 2 2، اللي متوفر عندنا حاليا هو 3 3 2.
أيضا هذا طبعا هذا المقدار لاحظ أنه هو أقل من المتوفر، فبالتالي رحنا يعني مثل ما ذكرنا pretend ندعي في بالنا أنه العملية الأولى حصلت على الموارد المطلوبة وبعد ذلك قامت بتحرير كل ما لديها، أي أنه هي حررت ما حصلت عليه زائدا التي كانت تمتلكه، فبالتالي الأفيلابل عندنا راح يكون زائدا الواحد اثنين اثنين، لأنه هذه الموارد يعني تم تحريرها من قبل البي 1 مثل ما ذكرنا العملية البي 1، لأنه ستستطيع الحصول على ما تم يعني ما تحتاجه، يعني تحصل على ما تريده من هنا، بعد ذلك ستقوم بتحرير كل شيء، فبالتالي راح يكون عندنا الافيلبل الكلي هو 3 3 2 زائد 1 2 2 واللي هو راح يساوي لنا بهذه الحالة 4 5 4. ايضا الان الافيلبل الجديد اصبح عندنا هو عبارة عن 4 موارد من الاي و5 من البي و4 من السي. الان ايضا نستمر للبي 2، بي 2 وصلنا لها حاليا لانه احنا يعني نسير بطريقة يعني متسلسلة. البي 2 العملية الثانية تحتاج 600، هل أنه تستطيع الحصول عليها من هذه القيمة؟ لا لا تستطيع، لأنه هي تحتاج 6 من الأي ولكن المتوفر من الأي هو 4 فقط. إذا نترك البي 2 نذهب إلى البي 3، بي 3 تحتاج 011، أيضا هنا راح نشوف بأنه هذه القيمة هي أقل من القيمة المتوفرة عندنا حاليا، فأيضا يعني نفترض بأنه البي 3 حصلت على الموارد المطلوبة من هذا المتوفر وبعد ذلك قامت بتحرير ما تمتلكه، أي أنه يعني هنا أنا راح يصير عندنا زائدا الزيرو وان وان، فراح يكون عندنا المجموع هو 4 6 5، فهنا راح يكون عندنا يعني افترضنا بأنه البي 3 حصلت على الموارد التي تريدها من المتوفر ثم بعد ذلك قامت بتحرير ما تمتلكه واللي هو 011، فنجمع المتحرر منها مع الأفيلابل القديم فراح يكون عندنا 4 6 5. أخيرا نأتي هنا إلى الـ P4، P4 لاحظ بأنه هي تريد 4 3 1، فهل هي أقل من الـ 4 6 5؟ نعم، فأيضا راح الـ P4 يمكن أن تعمل بهذه الحالة وبعد أن تكتمل ستقوم بتحرير ما تمتلكه اللي هو الـ 4 و3 و1، فراح يكون عندنا 8 و9 و6. فلاحظ هنا بأنه يعني بناء على هذه القيم اشتغلت العملية P1 ثم اشتغلت العملية P3 اشتغلت العملية P4، بعد ذلك راح تبقى عندنا العملية P0 و P2، وتلاحظ انه كلاهما يعني القيم المتوفرة لدينا حاليا هي تكفي يعني تحقيق ما تتطلبه العملية P0 و P2، فبالتالي يمكن يعني نستطيع القول بانه النظام يستطيع ان يعمل the system is in a safe state since the sequence P1 P3 P4 P2 P0 satisfy the safety criteria. ايضا يعني الجواب لهذا السؤال بعد القيام بكل هذه العمليات الرياضيه نستطيع القول بانه النظام يستطيع العمل بحاله السيف ستيت اذا تبع السلسله التاليه، وطبعا مثل ما ذكرنا اخر اثنين اللي هو البي 2 او البي نوت ممكن ان يتبادل فيما بينهم، يعني ممكن انه نطبق البي 2 ثم البي نوت او بالعكس يعني كلاهما صحيح. الآن إذا صارت عندنا حالة الريكوست يعني إضافة إلى كل ما سبق ذكره، إذا يعني بدأت العملية يعني العمليات أو النظام بدأ عمله في لحظة زمنية معينة وكان لدينا حالة الالوكيشن حالة النيد وحالة الافيلابل، ولكنه في نفس الوقت العملية P1 طلبت موارد إضافية اللي هي 1 0 2 إضافة للموارد الأخرى اللي هي أصلا طالبتها سابقا، فهنا العملية P1 حصلت على الموارد اللي هي تريدهن صار عندها 3 0 2 يعني بدلا مما كانت عندها هي حال سابقا 1 2 2 حاليا صارت 3 0 2، وبنفس الوقت يعني الافيلابل ايضا قمنا بتنقيصها يعني صار عندنا الافيلابل يساوينا الافيلابل ناقصا الريكوست ايضا بالاستناد الى هذا القانون مثل ما ذكرنا الافيلابل يساوينا الافيلابل ناقصا الريكوست، فصارت عندنا الافيلابل الجديده هي هذه القيمه. ايضا يعني الآن السؤال هل أنه هذه العملية وهذه المجموعة من العمليات ستستطيع العمل مع إبقاء النظام في حالة safe state؟ نقوم بتكرار نفس الشيء الذي قمنا به سابقا، الآن أيضا يعني النيد موجود حاليا عندنا هذه خوارزمية النيد أو مصفوفة النيد وهذا الأفيلابل، وأيضا نقوم بتكرار نفس العمليات السابقة التي قمنا بها هنا حاليا مع فرق وحيد أنه النيد هنا اختلف عندنا إضافة إلى أنه الأفيلابل أيضا اختلف، وايضا بعد حساب يعني القيام يعني بنفس العمليات يعني نستطيع القول بانه النظام سيبقى في حاله سيف ستيت اذا تم تطبيق او اتباع السلسله التاليه انه البي 1 بي 3 بي 4 بي نوت بي 2.
هذه العمليات أو هذا هو السيكونس الذي من خلاله يبقى النظام في حالة safe state. أيضا سؤال آخر الذي يحصل لدينا, كان request for 330 by P4 be guaranteed؟ هذا طبعا سؤال أيضا يعني ممكن أنه يترك homework لكم, وأيضا تستطيعون يعني حل هذه هذا السؤال ويعني ترك الأجوبة في الكومنتس, وراح يعني نعلق عليها بأنه هو صح أو غلط. كان the request of 020 بالنسبة للP note be guaranteed؟ أيضا نفس الحالة, يعني يتم تكرار كل هذه العمليات مثل ما ذكرنا. هذاك كل ما يخص الديدلوك افويدنس. يبقى الحاله الاخيره اللي تقوم بها انظمه التشغيل بالتعامل مع الديدلوك, واللي هي ما تسمى بالديدلوك ديتكشن, اللي هو كشف حصول الديدلوك, انه هو نسمح للنظام بان يدخل في حاله الديدلوك, وبعد ان يدخل في حاله الديدلوك يعني نقوم بتنفيذ خوارزميات الديدلوك ديتكشن ثم ريكفري سكيم. يعني حصلت حاله الديدلوك ثم بعد ذلك نقوم بعمليه الريكفري اللي هو ارجاع النظام الى حاله طبيعيه وتخليصه من حاله الديدلوك, وهذه ان شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضره القادمه. شكرا جزيلا ومع السلامة.